الحقيقه النهارده انا مش محضره مقدمه، عشان لو قعدت احضر عمري كله مش هطلع بحاجه زي اللي انا هقراها لحضراتكم دلوقتي. ركزوا معايا بقى، ويعني سيبوا كل اللي في ايديكم واستعدوا لسماع ملحمه في كام سطر. عذابات الدنيا كلها، على الام الدنيا كلها، على نجاحات الدنيا كلها مضغوطه في الكام سطر الجايين دول. والحقيقه احنا لازم نسمع يعني تجارب الناس عشان نعرف نقيم تجاربنا صح. واللي فاكر نفسه شاف يعني عذاب في حياته، بعد ما يسمع يقيم بقى العذاب اللي هو شافه ويحطه في مكانته الصح. واللي شاف نفسه نجح في حياته برضو بعد ما يسمع اللي انا هحكيه دلوقتي يقيم المجهود اللي عمله ويحطه في مكانه. المهم تسمعوا وانتوا تفهموا. هي بقى بنوته اسمها شريهان كاتبه: كذا حد طلب مني اكتب تجربتي لعلها تنفع وتخفف عن ناس كتير. اسمي شريهان، وانا في اخر سنه في الكليه، اتجوزت وبعد سنتين بالظبط جوزي عمل حادثه ومات. ايوه مات، وكان سني 23 سنه ومعايا طفلين. حصل لي انهيار عصبي فتره طويله، وبعدها حاولت اقف على رجلي وحاولت اشتغل. بدأت أدخل مجال التدريب وحفظ القرآن الكريم، وفكرت أتجوز واتجوزت، وده كان ابتلاء جديد وكبير، بهدلة وعك. تعبت بعنف وتشخصت مرضيا اكتئاب حاد، وأخدت علاج دوائي لأكتر من سنة لعدم رغبتي في الحياة. وهنا قررت الانفصال، وفخورة دايما بقراري. طيب أعمل إيه دلوقتي وأنا بأربع ولاد؟ قلت لنفسي يلا اقفي على رجلك تاني، اشتغلي على نفسك. كملت معهد اعداد الدعاء، اتعلمت وتفوقت، استمريت في ختم اجازه القران الكريم، ولسه برتب دماغي عرفت ان عندي سرطان. شده الحزن نزلت مناعتي ومرضت، ومن هنا اقدر اقول ان كل حياتي اتغيرت. تدبير الملك بقى، وانا وحيده كده لقيت الناس التفت حواليا، اهل واصحاب وغيرهم، جهزوني بالكامل للعمليه وعملتها. وبدات اخد جرعات الكيمو. اصابه الغدد الليمفاويه كانت كبيره، وبروتوكول علاجي كان عنيف، 6 جرعات كيمو ثيرابي اوليه، 34 جلسه اشعاع، 20 جرعه نوع تاني من الكيمو، وكاتبه اسمه. المحصله 26 كيمو ثيرابي، 34 إشعاع. وفي سنة وتسع شهور بتردد على المستشفيات، منهم حوالي 8 شهور من أسوأ شهور عمري، فقدت فيهم شعري وحجبي ورموش عيني، غطيت مرايتي حرفيا، لم أكن أجرؤ على المرور أمامها، فقدت حاسة التذوق، آلام العظام والكعبين والأسنان رهيبة، كوابيس النوم مدمرة، اسوداد الأظافر، وبقع الجلد بشعة، اضطراب المعدة قاتل، ركبت قسطرة في الوريد المركزي في الرقبة وأنا صاحية بعد ما وريد ذراعي تعطل، أصبت بحروق من الدرجة الثانية في جلسات الإشعاعي، غير التعري والتلامس من الأجهزة العطلانة في عز نار أغسطس. اسمعوا الكلمة الجاية دي: اتعصرت، اتطحنت، اتمضغت. ثم العلاج المناعي الغير متاح، الأقل أعراضا والأعلى سعرا، تكلفة الجرعة الواحدة كان 10,000 20 جرعة. فضلت أكتر من سنة بلف في كل مكان ممكن يوفره لي، غير عذاب الإجراءات الحكومية عشان آخد كل مرة، وهو أصلا غير متوفر، لكن كان لازم يتعمل تحسبا. أهلي ساعدوني كتير في رعاية ولادي، وبعد انتهاء جلسات الإشعاعي مسكت قلمي ودفتري وقررت أعيش، أعيش صح، أعيش مبسوطة، أعيش الصحة. قررت يكون لي نفع وأثر، قررت وبدأت أنفذ، رجعت أتعلم تاني وأختار مجال جديد أنا متميزة فيه وأنفع فيه. رحت أخدت كورسات بالهبل في مجالات مختلفة، في مجال التدريب والكوتشنج واللغة وتطوير الذات والتربية والتغذية والإرشاد الأسري والصحة النفسية والعلوم الشرعية وإجازات الكتب، عشان بس الناس اللي بتذاكر تشوف الناس التانية اللي بتذاكر بتذاكر إيه. ربنا أعطاني القدرة إني أمارس رياضة
ما شاء الله حتى الأصحاء والله يا بنتي بيكسلوا يمارسوها. حضرت محاضرات استحالة حد في ظروفي يقدر يسافر هنا وهناك عشان يحضرها في 4 عيال. خلوا بالكم، اشتريت واستعرت كتب وقرأت ما لم أقرأه في حياتي في أقل من سنة. في أقل من سنة كنت خدت حوالي 20 كورس وقرأت أكثر من 30 كتاب. كنت بروح المستشفيات بالكتب. حضرت حوالي 20 محاضرة لدرجة كان المدربين والكوتشز الكتير هما كانوا يكلموني عشان أحضر معاهم بدون مقابل لما شافوا معفرتي. ختمت إجازة القرآن الكريم حفص وشعبة بعد 5 جرعة كيمو. بشتغل على تحسين نفسيتي لرفع كفاءة مناعتي. ربنا شفاني دلوقتي وعوضني وهبني إرادة من نار ويسر لي الأسباب اللي كلنا مطالبين الأخذ بيها. منتظمة في الرياضة حتى اللحظة، معاملاتي اتطورت، علاقتي بالآخرين اتغيرت، شكلي وجسمي ووزني ونفسيتي ما شاء الله. حتى الأصحاء اللي في سني بقيت أصغر وأصح منهم بشهادة كل اللي يشوفني. أخدت دبلومات في الكوتشينج والسايكولوجي هيلث وغيرهم وبقيت لايف كوتش معتمد في العلاقات. وقفت على منصة تيدكس في إحدى المحافظات، منصة المؤثرين والملهمين، ناس الملهمين بيكلمون في كل حتة، وتيدكس بتعمل كده زي محاضرة أو حاجة في مسرح كبير والناس بتبقى قاعدة، وهي يعني الحد المؤثر ده بيروح ويلقي المحاضرة بتاعته ويحكي عن تجربته. بتقول وقفت في منصة تيدكس وأتمنى أن أكون على منصة تيدكس كايرو، هي وقفت فيها في إحدى المحافظات. نفسها تقف على تيدكس في القاهرة والعواصم العربية. طلعت في كتير من وسائل الإعلام، بس احنا طبعا قعدنا سألنا كده لقينا حاجات بسيطة الحمد لله. وعملت كتاب اسمه طفرة، ذلك فضل الله وحده، كتبت حكايتي لعل ربنا جعلني رسالة أذكر بنعم الله بتدبيره بتعويضه، وأقول إن كل ما تقع أقف تاني ولازم يكون لك تأثير. قلتلي بقى أنت إيه اللي معطلك؟ شريهان بتسأل. شريهان عصام الدين كاتبة ومدربة مهارات حياتية معانا بعد الفترة.